أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بيت القصيد، موعد يتجدد وإياكم في كل أسبوع. وفي هذه الحلقة نستضيف عبر سكايب من الجزائر الشاعرة الأستاذة خديجة طيب دبة. مرحبا بك، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أستاذة خديجة مرحبا بك. أهلا بكم أستاذ مصطفى، حياكم الله. السلام عليك وعلى جمهور قناة الرافدين الكريم، أبث إليكم تحية طيبة عطرة بعباقي العيد المبارك من هنا من أرض الجزائر. فشكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن. أنت كذلك ولا شك فيه، والشكر كذلك منا في الرافدين لك على تشريفك لنا في هذه الحلقة. أستاذة خديجة، في البداية تحدثي لنا عن نفسك قليلا بالقدر الذي تحبين أن نعرفه عنك، عن الدراسة والأدب، عن الميول والحياة. تفضلي حدثينا باختصار لو سمحت. تمام. خديجة طيب دبة، جزائرية حاصلة على شهادة الماستر في علوم الحاسوب، أعمل حاليا مدرسة لمادة المعلوماتية في الطور المتوسط، وحاصلة كذلك على شهادة الماستر مرة أخرى ولكن في تخصص أدبي من قسم اللغة والأدب العربي وتخصص اللسانيات العربية. وحاليا أنا في طور الإعداد لرسالة الدكتوراه في تخصص اللسانيات العربية. ما شاء الله، أكملي أكملي أكملي، تفضلي. أكتب الشعر منذ وعيت على نفسي، ويعود الفضل في ذلك على والدي، لوالدي حفظه الله، الذي هو أستاذ وأكاديمي يدرس اللغة العربية وشاعر كذلك، فكان أن علمني الشعر منذ نعومة أظافري، وكنت ورثت منه جينات الكتابة والإبداع. جميل جدا. وكان له فضل كبير في صقل هذه الموهبة وفي تطويرها. جميل جدا، وعلى يبدو على ما يبدو أن هناك جانبا من البر سيكون منك تجاه والدك في هذه الحلقة، ربما كان نثرا أو شعرا أو رأيا، من يدري، لك حرية أن تقولي ما تحبين. أستاذة خديجة، جرت العادة في كثير من حلقات بيت القصيد أن نستفسر ونطلب من الشعراء أن يعرفوا لنا الشعر انطلاقا من تجاربهم الخاصة ووفق منظورهم الذاتي. أستاذة خديجة، للشعر كما تعرفين تعريفات شتى، ولكل شاعر تعريفه الخاص المنبعث من توجهه ومذهبه الشعري. عرفي لنا الشعر كما تعرفه خديجة طيب دبة، تفضلي. تمام إن شاء الله. الشعر بالنسبة لي أستاذ مصطفى مرتبة سامية من الإنسان. الشعر أستطيع أن أشبهه أو أن أجعله مرتبة بين الإنسانية والنبوة، ولا أكون قد بلغت في ذلك، لأن أن تكون شاعرا يعني أن تشعر أكثر من غيرك، أن تعبر عما يختلج في نفوس غيرك، أن تتحدث بلسانهم عن همومهم ومشاكلهم، عن آمالهم وأحلامهم، عن أخطائهم وعن مبادئهم، ربما إذا كنت تتقاسم معهم هذه المبادئ، أن تكون رسولاً للجمال وللخيرية. فالشعر بالنسبة لي لا يحتفي فقط بالجمال، فالجمال لوحده لا يكفي، بل يجب أن يكون جامعاً بين الجمال وبين الخيرية التي تعم الإنسانية جمعاء. أحسنت، وهذا يبشر بقصائد عذبة، قصائد يعني تطرب لها الأرواح وتكون، ومن المؤكد أنها ستكون يعني ممتلئة فكرا، ناصع البياض نقي الجنان. إلى أولى قصائدك في هذه الحلقة من بيت القصيد أستاذة خديجة، كلنا شوق لما ستفتتحين به من شعر، تفضلي. سأقرأ على مسامعكم قصيدة كنت قد أهديتها فيما مضى لوالدي صاحبي الفضل علي في الحياة وفي الشعر. تفضل. القصيدة بعنوان بوح على جناح الذكريات. سرحت شعر الذكريات فطالا، وامتد بوحي في الضلوع ظلالا، ما كنت إلا طفلة للشمس تكتب ضوءها في الغيم كي ينثالا، فتبسمت
شفت الرمال لوقعه وتهيأت كي تستحيل زلالا. يا سلام، قالت: أميطي عن شداك لثامه ولتكشفي فالماء تحت كلالا، ولتعبر الآفاق ظل فراشة طافت رؤاها سبسبا وتلالا. مذ أن وعيت صغيرة لعب الحروف أضمها كي تستحيل خيالا. شق المجاز عن الجنان السد، أخرج نبضه وأضاءه فتلالا. أبتي إليك انظر، كتبت قصيدة والروح نشوى والحبور تعالى. أسميتها البستان، قل لي كيف هي، أجميلة أقصيدة أم لالا؟ قرأ الكتاب وبسمة في الثغر تشرح فخره. زيد القصيدة ترنما وخيالا وتجددا ونوالا. مدي خيوط البوح، يتسع المجاز ليحتويك ويحتوي كل المعاني الزاخرات، تأملا وتخيلا ومنالا. مذ حينها والشوق يكبر في السنين قصيدة تبني اكتمالي لا تريد يا كمالا. سلام، والشعر، والشعر ماذا الشعر إلا سدرة تزداد بعدا كلما قد زدتها إقبالا. يا سلام يا سلام، ما شاء الله عليك يا أستاذة خديجة لافضة، فوك مبدعة كثيرا، يعني تأملات عديدة في هذه القصيدة اسميتها البستان. إن ربما تكون نعم هذه القصيدة من النوادر والقلائل التي يستطيع الشاعر أن يدون اسمها في مضمونها وفي بعض أبياتها. هذه فكرة يعني قل نظيرها أو لم تتكرر كثيرا، ثم إنك يعني قدمت العنوان بطريقة خارجة عن المألوف غير تقليدية. فكرة البحث عن التميز وأن لا نكون تقليديين هاجس يسكن كثير من الشعراء أستاذة خديجة. صحيح. أن تكون تفضلي. شاعرا، صحيح، أن تكون شاعرا يعني أن تكون تجربتك الشعرية مضيفة لقيمة جديدة في هذه الحياة، أو مضيفة لمعان جديدة تعبر عنك وعن شخصيتك وعن تجربتك في الحياة. هناك من يعتقد بأن تجارب الشعراء تتكرر أو تكرر نفسها. في نعم، نظري الشاعر الحقيقي، نعم قد نجد شعراء يستنسخون أنفسهم، ولكن الشاعر الحقيقي هو ذلك الذي تقدم تجربته الشعرية شيئا يا جديدا. سلام، ولنا دليل على ذلك في من شعرائنا العرب عبر عصور مختلفة، رأينا نماذج شعرية قدمت تجارب هائلة، نعم، ومنهم من كان لوحده مدرسة شعرية. أحسنتي أستاذة خديجة. كيف تتخيلين القصيدة وأي المتخيلات الشعرية أو المحفزات الخيالية أقرب إليك؟ دمعة حارة، أمل مشرق، وجع مضطرب، أم أنها كلها مجتمعة أو المزيج منها هو الذي يحفزك على كتابة الشعر ويعني تقديم آرائك المختلفة في قصائد شتى؟ نعم، القصيدة عندي أستاذ مصطفى هي كل ما يختلج في نفس الإنسان من حالات شعورية يمكن أن تخرج عن طريق البوح. جميل قد جميل هذا. تكون دمعة حارة، قد تكون أملا مشرقا، قد تكون حيرة واضطرابا. يعني بتعريف آخر نستطيع أن نقول بأن القصيدة هي ترجمة لحالة شعورية يعيشها المرء فيكتبها في لحظتها حتى يكون صادقا. جميل هذا، جميل جدا أستاذة خديجة. طيب القصيدة التي تهيمن عليك أم القصيدة التي تهيمنين عليها؟ نتحدث عن قصيدتك أثناء وبعد الكتابة، أيهما أقرب إليك؟ أثناء الكتابة أعيش حالة من الاضطراب اللذيذ، فيعني أكون يعني في نفس الوقت مستمتعة وفي نفس الوقت أعيش حالة من الحيرة والاضطراب ومشاعر مختلطة إلى غير ذلك. وبعد الكتابة
تحصل تلك النشوة الشعرية ربما التي يحتفل بها أغلب الشعراء، نعم فلكل لحظة في القصيدة أهميتها وذوقها الخاص. أحسنت. إلى قصيدة جديدة وكلنا شوق لنسمعك من جديد، ويعني تقدمي ما تحبين من شعر، تفضلي بإلقاء القصيدة الجديدة، كلنا ربما على الآن إلى الاستماع منتظرين أو منتظرون. شكرا جزيلا. سأقرأ عليكم قصيدة تفعيلية تفضلي. بعنوان على الفطرة، وهي قصيدة أهديها لكل ذكر وأنثى أدرك معا جمال هذا الكون ورويا معا حكايته على الفطرة. يا سلام. عنوان القصيدة على الفطرة: على بدء تشكل في الدنا ليضيء كيانا شامخا يمشي على الفطرة، تعلم منذ نشأته حروف بداية الفكرة، فدارت الأسماء تكشف نفسها ليرى كيان نصفه طين ونصف يشبه السحر، معادلة توازن بين ضدين، تجذر بعضه في الأرض لكن بعضه الثاني يعانق في السماء سره، مسيح أمه الأرض ونفحة روحه تعلو، جنين لف من طهر عسى أن يحفظ الطهر، به للخير أسرار مقدسة، له في الشر أبواب مشرعة وبينهما تدور حكاية أخرى، من أضلاعه انفتقت له نفس تكمل كونه شطرا، وترسل في الضلوع الأنس والتحنان والبشرى، يا سلام. تقدم نحو هالتها ليبدأ باسمها عمره، ومن لون ابتسامتها تلفع واعتلى قدره، بها عرف الحقيقة لامس الأضواء شف الماء من دمه رأى الأشجان أدواحا تضوع بصدره عطرا، رأى خوفا وطمأنة، رأى يأسا وأمنية، رأى بدءا وآخرة، وفي تحنان شهقته تجلى للدنا بشرا، وقال: سنبدأ الآن حكايتنا التي سنكون نولدها حكايات بسفر الكون كي تقرأ، سنتقن كل أحرفه نسيرها تراتيلا لندخل حضرة العرفان، نقطف منه تفاحا ولا ننسى ولا نعرى، سنبني أمة للدهر خلف الضفة الأخرى، يا سلام. ولا شيطان يهمز بي لأعبر دونك البحر، تعالي نصنع الإنسان حرا في دم الإنسان، نشعل زيته في الطين كي لا تستفيق به فراشات بلا إيمان، تعالي يا وعاء الروح يسكن بعضنا بعضا، ألست ترين هذا الحب يفشي ضوءنا نشرا، تعالي نستعيد الآن وجه الله في الفطرة، بنا ابتدأ الزمان بنا ستفهم غاية العبرة. إذا ابتدأ الزمان بنا ستفهم غاية العبرة، أنعم بها من عبرة وأنعم به من فكر صاف عذب طيب. أستاذة خديجة، بعد هذا شكرا الإلقاء جزيلا. الجميل وهذا الحضور المتميز، متواصلون أكيد معك، ولكن لابد من استراحة الآن. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد، ومعنا عبر سكايب من الجزائر الشاعرة خديجة طيب دبة. مرحبا بك أستاذة خديجة مجددا إلى النقاش. ما هي أبرز أهلا. المحفزات على الكتابة التي تستدرج الشاعرة
خديجة للكتابة، يعني حدثينا عن أجوائك الخاصة ومحرضات الإبداع الذاتي، تفضلي. في الحقيقة أستاذ مصطفى، أنا ليس لدي محفزات واضحة إن صح التعبير، وليس لدي كذلك أجواء خاصة للكتابة. أنا أكتب فقط عندما يداهمني الشعور، فتخرج القصيدة أحيانا لوحدها وأحيانا تتعبني بإعمالي الفكري ورغبة في إخراج ذلك الشعور. أحيانا يتفق وقت الشعور مع وقت الإلهام إن صح التعبير، فتأتي الكتابة سهلة طيعة، وأحيانا لا يتفقان فتكون الكتابة مخاضا عسيرا، إلا أنني لا أملك وقتا محددا للكتابة، وكل شيء من حولي يحفزني لأكتب. جميل، جميل أن يكون الإنسان ذاته لا غيره، أن يكون نسيج نفسه لا شخصا عاديا أو مقلدا أو تقليديا. الآن سأخذك إلى سؤال ربما يكون مزعجا قليلا، ما رأيك؟ لا بأس. طيب اتفقنا إذن. يقول قائل: ما الجديد الذي يمكن للشعراء زمننا أن يضيفوه ونحن نمتلك مكتبة زاخرة فيها مختلف التجارب الشعرية لأعلام سابقين؟ بما تردين على مثل هذا القول أستاذة خديجة، تفضلي. نعم، أقول الكلام الذي تقريبا قلته منذ قليل، وهو أن التجارب الشعرية تصنعها حالة متفردة، تصنعها حالة الإنسان، والناس تجاربهم الإنسانية بعيدا عن الشعر تختلف، فبالتالي ما الشعر إلا ترجمة إبداعية لتلك التجربة الإنسانية. كل إنسان في هذه الحياة يستطيع أن يضيف جديدا، والدليل تعاقب هذه الحضارات وتعاقب هؤلاء ربما الأسماء البارزة التي تركت أثرها في التاريخ، كل واحد منهم اختلف عن غيره وأتى بالجديد. نفس الشيء في عصرنا هذا، قد يأتي من يستطيع أن يضيف جديدا، فقط يعني علينا أن نؤمن بأنفسنا وبذواتنا، وأن نقدم تجاربنا الشعرية صادقة تمثلنا تماما كما نحن. وأخبرتك أن الدليل نستطيع أن نستخرجه من تراثنا الشعري العربي الكبير، وهو أن كثيرا من المدارس الشعرية يعني أخذت عن بعضها البعض، ولكنها تفردت فيما بعد بأسلوبها الخاص وبمزاياها التي ميزتها عن غيرها. أحسنت كثيرا أستاذة خديجة. أستاذة خديجة، هناك من يرى أن الشعراء أو أكثرهم يعيش في الطبقة الأرستقراطية إن صح التعبير، أو المخملية، ولا ينتمون إلى بسطاء الشارع والعامة من الناس. أخبرينا عن انحيازك الشعري، كلمينا، هل تنحازين للإنسان؟ تنحازين لقضية معينة؟ تنحازين لذاتك التي تحاولين بناءها بالطريقة التي تعجبك وترضيك؟ حدثينا هنا عن ميلك الشعري، تفضلي. برأيي الشاعر الحقيقي هو ذلك الشاعر الذي يعيش وسط الناس، الذي يشاركهم تصوراتهم في الحياة، يشاركهم حالاتهم الاجتماعية المختلفة. حينها فقط يستطيع الشعر أن يقدم شيئا لهؤلاء الناس، يستطيع أن ينفعهم، يستطيع أن يسمو بأفكارهم وأرواحهم. في الحقيقة انحيازي دائما للإنسان، الإنسان في معانيه السامية السوية، انحيازي دائما للقضايا التي تدور حول هذا الإنسان بناء متوازنا متكاملا. هو ميلا أم ميولا هنا يا أستاذة خديجة؟ نعم، أنت تسمينه توازنا. نعم، هو ميل يصل إلى درجة المغالاة، أم هو ميول قضية أو رؤية أو مثلا فكرة ترين نفسك بها؟ نعم، هو تقريبا التزام إن صح التعبير. جميل. أنا أعتقد بأن الشاعر بلا قضية لا روح له. يا سلام. ولا مصدر يستلهم منه والله. نعم، لا مصدر يستلهم منه تلك الروح التي تدفعه للكتابة بشكل راق وسام، ويعود بالنفع على هذه البشرية. أحسنت كثيرا. نريد قصيدة جديدة الآن منك، تفضلي، جاهزون للاستماع. سأقرأ قصيدة بعنوان أنثى بين النار والماء. تفضلي. تحيط النار بي حلقا، وفوقي يرقص الماء،
وبينهما أعيش الظن، لا برء ولا داء، وحول الناس بل صور لها لسن وأسماء، أحاول ما استطعت الماء بل الروح، يا ماء لعل نداك يعرج بي فقعر البئر صحراء. الله. سألت الليل تعرفني؟ أجابك حزني الأبدي، أراك كما أرى نفسي كضوء الشمس يغدر بي، نزفت فرغت كالموتى كعود ناشف مرمي، لعل الله يملأني وماء الشكر ملء يدي، يا سلام، فهل تغيب يا ليلي ويصحو الصبح في جهتي؟ رأيت حقيقتي في الماء، قال الماء كونيني، أناث الأرض أعرفهن مثل شذا البساتين، تعري من كذاب الوهم من أوحال ذا الطين، تكسي من رداء الريح في وجه الطواحين، وقولي لا إذا حقت نعم من غير تدجين. تنفس من ضلوع الضوء، قال سينجلي الكدر، وقال الآن حان الوقت كي تتبدل الصور، أنا أنثى وأسئلتي يحاورني بها القمر، وأكتب قصتي في الرمل كي يهفو لها المطر، لعل الكون ينصفني إذا ما أنصف الشعر. أحسنتي أحسنتي كثيرا، حفظك الله ودمت على سجيتك التي اخترتها من أجل كتابة كلمة الحق المنصفة لك والمنصفة لمن حولك، متحدثة بلسان حالهم كما قلت، ومحامية عن آمالهم وأحلامهم، ويعني مقيمة على هذا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أستاذة خديجة، كيف نعم، يمكن للقصيدة باعتقادك أن تغير من واقع، أن تنصف مظلوما، أن تنصر بريئا، أن تشفي عليلا؟ هل هذا قابل للتحقق أم أنه شكل من أشكال الأحلام الرومانسية؟ نعم، أكيد هو ليس شكلا من أشكال الأحلام الرومانسية، لأن القصيدة قبل كل شيء هي كلمة، وجميعنا نعلم ما لهذه الكلمة من دور في هذه الحياة. أحسنتي. الكلمة قد يعني تقتل وقد تحيي. الكلمة شيء مقدس جدا، ولهذا فقد بالقصيدة أو بالشعر قد نجد شخصا يائسا بكلمة واحدة قد نبعث فيه أملا، يا سلام، نجد شخصا يحتاج جرعة من الطاقة والحماس، أو شخصا مخذولا فبالكلمة نزرع فيه القوة والعزة. الكلمة شيء مقدس جدا، ومن هذا المنطلق أؤمن دائما بأن القصيدة يمكنها إذا كانت حقيقية جدا وصادقة يمكنها أن تفعل المعجزات. يمكن للقصيدة الصادقة أن تخرج إنسانا محبطا من حالة الضياع وتنقله إلى حالة الأمل الذي لا يمكن أن يموت ولا يساوم عليه صاحبه. إلى أين تحبين أن تحملك القصيدة أستاذة خديجة؟ أو السؤال بصيغة أخرى، يعني ما الذي تتطلعين إلى تحقيقه من وراء كتابة الشعر؟ نعم، الشعر في الأساس عندي أكتبه في البداية لنفسي، يعني أكتبه حتى أكتشف دواخل نفسي، حتى أعبر إلى مداخلها السرية إن صح التعبير. ثم في المرتبة الثانية أسعى من خلال الشعر إلى أن أعبر إلى نفس الإنسان الذي يقرأني بطريقة جميلة، بطريقة تجعله حينما يقرأ قصيدتي يقول هذا أنا، هذا الشيء يشبهني، أو فيها شيء يشبهني، أن أستطيع أن أغير في نفسه ولو شيئا قليلا. نعم، الشعر منذ بداية، يعني منذ أن وعيت عليه جيدا أدركت بأنه يجب أن يكون كذلك، يجب أن أتعامل معه بحذر وبمسؤولية. نعم، قد يكون لدينا قصائد نكتبها لأنفسنا، قد نستمتع بالشعر يعني في لحظات ننفرد فيها بأنفسنا، ولكن بما أنني يعني قد أكتفي بكتابة الشعر ولا يعرفني أحد، يعني لن أنشر شيئا، ولكن بما أنني قررت بأن شعري سوف يكون منشورا، وبأنني قد أكون معروفة عند نسبة معينة من الجمهور، فأنا مسؤولة أمامهم عن هذا النص الذي أضعه بين أيديهم.
وكذلك كلنا شوق إلى النص الجديد الذي ستضعينه بين أيدينا قراءة وإلقاء إلى قصيدة جديدة أستاذة خديجة، بعد هذه الإجابة التي تعكس يعني نقي فكرك وطيب انتمائك إلى طبقة البسطاء من الناس، وكلنا منهم، والحمد وربما لله. يعني كان المنتمون إلى البسطاء أكثر صدقاً من غيرهم، وربما هنا للتأكيد وليس للاحتمالية. تفضلي أستاذة خديجة إلى القصيدة. نقرأ قصيدة صوفية نوعا ما، تفضل. بعنوان في مدارج الوجد. بالباب من أهوى وقفت يشدني، خيط من الأحلام يعبر للأبد، أحتاج منه علامة كي أطلق الحب الذي يلغي انتمائي للجسد، أحتاجه بي في دجاي كبارق متفجر الإشعاع يومض دون حد ويلامس الأشجان مني، يستفيق الورد خجلا في مساحات الكمد، أبكي فينشر في الجفون الريح تنشف دمعتي، وأرى إياسي يبتعد لا أكتفي من وجده، لا روح لي في بعده، أنا في غياب حضوره، أنا لا أحد. والأغنيات ندى على الأنفاس تشعل وجنتي لهيب عشق يتقد، فكأنني في النار لكن لا حريق، لأنني ما عدت أشعر بالجسد، وكأنني بالباب طيف حمامة بسطت جناحا كي يناولها المدد، ومددت بوحي في مقامات الجلال لعلني أحظى بوصل لا يرد. إني رأيتك خلف ضحكات الصغار وبين تغريد الطيور بلا عدد، في دهشة الأحباب عند الملتقى، في لمسة تبري جراحات الكمد. يا سلام. وسمعت همسك في المساجد والمنازل والشوارع كل ساحات البلد، في بابه أنا طفلة مشطت ليل الشوق ثم فرشت قلبي للسهد، لكنه بعد انتظار سائغ حلو العذاب مرقرق مثل الشهد، قال ادخلي فكشفت عن ساقي، قال تمهلي هذا خيال للجسد، فعرفت أني قد وصلت وهزني صوت الطريق، الآن موتي للأبد. ربما هذه القصيدة يعني تقصدين من ورائها فكرة الحياة لا فكرة الموت، فحينما تموت في الإنسان رغبة الجسد تصحو فيه رغبة إحياء الروح وأن ينتمي لروحه لا للطين البالي. أستاذة خديجة، وقبل أن نخرج إلى فاصل أود أن أستفسر منك، يعني يبدو أنك تمسكين بخيط وسطي من حيث الأفكار التي تطرحينها وتقدمينها، تحاولين تبسيطها أمام الناس وكذلك موسيقاها كما لو أنها موسيقى خاصة بك، هل هذا متقصد أنك تكتبين بهذه الطريقة بعيدا عن الكتابة على الطريقة التقليدية، الكتابة العمودية المعروفة؟ يعني أنا وأنا أسمعك كما لو أنك تتقصدين إيصال هذه الرسائل الصوتية قبل أن تكون رسائل ذات فكر ورؤية. نعم، أنا عندما كتبت شعر لأول مرة كتبت قصيدة تفعيلة، يعني الناس ربما تتدرج تكتب العمودي أولا ثم تكتب التفعيلة. نعم. ربما لازلت تأخذني تلك الموسيقى الممتدة ذات الروح الواسعة المشروحة، فلهذا حتى حينما أكتب العمودي حينما أقرأه أشعر وكأنني أقرأ التفعيلة، ربما لهذا السبب. أحسنت كثيرا، وأكيد سنسمع الجديد من القصائد، ولكن لابد من فاصل قصير الآن. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وما زلنا في رحاب هذه الحلقة من بيت القصيد، ومعنا عبر سكايب من الجزائر الشاعرة خديجة الطيب دبة. أستاذة خديجة، حدثينا عن فكرة القضية في الشعر، ألا ترين أن الشاعر يجب أن يعيش لهدف، لغاية، لقضية، لرسالة، أم أنا لك رأيا مختلفا في هذا؟ نعم، أنا كما قلت منذ قليل برأيي شعر بلا قضية هو شعر بلا روح، وشعر يلهث فقط وراء الجمال، شعر يعني للترف وللهو ثم لا فائدة منه. أنا أمثل الشعر طائرا بجناحين، جناح الجمال وجناح الخيرية، أو تلك القضية التي يسعى من ورائها إلى أن يتحول إلى شيء ينفع الناس. نعم. ولهذا دائما ما أؤمن في حياتي كلها وفي الشعر على وجه الخصوص بأن أكون ذات مبدأ وذات قضية أحرك بها ذلك الجمال وأجعله ذا جدوى في هذه الحياة. أحسنت كثيرا. نريد أن نستمع إلى قصيدة جديدة منك الآن، ربما يكون فيها انتماء لتجربتك الخاصة ولموسيقاك الخاصة أيضا، أو ربما يكون هناك خروج عن ما سمعناه إلى إيقاع مختلف وقصائد ذات فكر مختلف أيضا. اقرأي ما تحبين، هذا ليس يعني شكلا من أشكال التوجيه، وإنما عبارة عن استنتاج أو توقع لا أكثر. تفضلي، نحن جاهزون لنسمع منك ما تودين إلقاءه من شعر. نعم، وكأنكم قد اطلعتم على القصيدة التي سأقرأها الآن، فهي نوعا ما مختلفة في الإيقاع، وزنها قصير، وتتحدث كذلك عن فكرة مختلفة، حيث إن كل أنثى بداخلها تعيش أنثى أخرى تشبهها. تفضل. وتختلف عنها في نفس الآن. نعم. وكلما كانت هذه الأنا الأخرى أكثر قوة وعزما وأوضح مطلبا وغاية، كلما كانت الحياة أجمل وأسهل. أما إذا حدث العكس فثم كارثة كبرى يصعب توقعها وتعويض خسائرها. القصيدة صدقت والله. نعم، تقول: أهيم بداخل النفس صبية اكتست حسي، تعيش معي حكاياتي خيالي دمعتي أنسي، أميل تميل أثبت تثبت الأخرى بلا نكسي، ولكن حين يهوي بي جناح الهم واليأس أراها غير هاوية ولا تعيا من الهجس، ولست أعي منازلها أفي عقلي أم الحس، أراها تارة فكري أراها تارة حدسي، وبينهما أضيع سدى كرغوة سائل الكأس، وأغمضه من المجهول وأغمضه من المجهول أوضح من ضي الشمس، إذا أهديتها روحي أقامت في المدى عرسي. إذا أهديتها روحي أقامت في المدى عرسي، ما أجملها من مقايضة، وما أنقاها من فكرة، وما أعلاه من مبدأ جميل يتسع إلى الكثير وليس ضيقا على ذاتية الشاعر أو فكرة تنحصر ب يعني رغبة يود أن يحققها. الجميل أيضا ب ما تقدمين أو ما يقدمه كثيرون أيضا، كي يعني لا يظن البعض أننا نتحدث فقط هنا عن خديجة كاسم، وأننا نتحدث هنا عن خديجة كتجربة ربما يعني يشاطرها ذات التصور شعراء كثيرون. من الجميل أن يعيش الشاعر لغيره في قصيدته ولا ينغلق على ذاته. الآن نود أن نتحدث بطريقة مختلفة. كلمة بحق قصيدة لا تزال عصية على خديجة الطيب دبة، ولم تبح لها بكامل أسرارها بعد، ماذا تقولين بحق هذه القصيدة التي لم تأتي بعد؟ نعم، لطالما شعرت بذلك الشعور الذي يجعلني أتخيل قصيدة قادمة وتتمنع نوعا ما، وكلما كتبت قصيدة ظننتها هي ثم أجدها ليست هي. فلذلك أقول لهذه القصيدة المتمنعة والتي لم يحن موعد حضورها حتى الآن، أقول لها: اكتبيني قبل أن أكتبك،
بأنني عندئذ سأكون شاعرة جدا، وسأكون صادقة جدا، سأكتبك لأكون أنا، يعني سنكون أنا وأنت في النهاية شيئا واحدا. سنكون أنا لست وأنت أدري في من نهاية شيئا نعم. واحدا، هكذا تقولين لقصيدتك. وهذه إجابة فيها مسالمة وفيها تصالح مع الذات. أهنئك على هذه الفكرة وعلى هذا الصفاء الروحي. ومن الجميل أن يكون الشاعر متصالحا مع نفسه، لا يائسا قنوطا محبطا تائها ضائعا. فكرة الراحة الذاتية، فكرة السلام الداخلي التي يعني ينبغي أن تسكن الشاعر، ألا ترين أن نتاج الشاعر حينما يتمتع بالسلام الداخلي ربما يكون أكثر صفاء ويخلو من الشوائب ويخلو من الاعوجاج، وأنا معني بهذا المصطلح، من أو عن أولئك الشعراء الذين لا أريد أن أقول يتصنعون الإحباط، الذين ربما هم يعيشون فعلاً الإحباط ويعيشون حالة من التيه والضياع. ألسنا بحاجة إلى سلام داخلي حقيقي؟ هل هناك تقصير لدى الشعراء بالبحث عن هذا السلام؟ ربما نعم، لأن هناك قاعدة تقول فاقد الشيء لا يعطيه، فالشاعر الذي لا يعيش السلام في نفسه لا يستطيع أن يكتب شيئا مسالما، الذي لا يعيش معنى التسامح في نفسه، الذي لا يعرف معنى المحبة، نعم الذي ليس فيه بذور التفاؤل نعم والأمل، لا يستطيع أن يكتب شيئا يشبه ذلك. أحسنت. حتى لو تكلف الأمر فإنه سوف يكتب شيئا مشوها معوجا كما نعم تفضلتم، وسوف يكتب أشياء ربما يعني تخرج حتى عن الفطرة السليمة هذا ما للإنسان. عنيته أستاذة خديجة. أنا لم أتحدث عن من يكتبون آلامهم وأوجاعهم وأحزانهم ودموعهم بصورة القصائد، أو يدونون هذه المشاعر الإنسانية يعني وهذه الآلام بقصائد. لم أقصد أولئك النفر من الشعراء، وإنما نعم عنيت، أنت وهذا رأي تتكلم كثيرين، عنيت الذين يحاولون أن يقدموا أفكارا معوجة بنصوصهم، نعم يحاولون لي يعني رقبة اللغة وأن لهم ذلك. ألا ترين أن فكرة تطرقنا في تكريم السؤال الله عز وجل للناس، الله القائل ولقد كرمنا بني آدم، هذه الكرامة وهذا التكريم يعني أن السلام الداخلي موجود في داخلنا ولكن علينا أن نبحث عنه. إذن لماذا يتجه نفر من الشعراء أو من المحسوبين على المثقفين ويطرحون أفكارا تخالف الفطرة كما تفضلت وذكرت آنفا؟ صحيح، كما قلت في قصيدة الفطرة منذ قليل، الإنسان هذا الذي خلقه الله ليكون كيانا شامخا في هذه الأرض، جعل في نفسه أسرارا للخير مقدسة، وجعل له في الشر أبوابا مشرعة، وبينهما تدور تلك الحكاية التي يتصارع فيها مع هذه الحياة. الإنسان هو الذي يختار أن يكون مسالما أو لا، هي الفطرة في الأساس هو مسالم، ولكنه ربما يشوهها بانحرافات في الأفكار وانحرافات في النفس إلى غير ذلك. على ذكر الآلام والأحزان، أن تكون مسالما لا يعني أن لا تعيش آلاما وأحزانا، أحسنتِ. بالعكس ربما المسالمون هم أكثر الناس حزنا وأكثر الناس ألما، لأنهم يتقاسمون مع غيرهم آلامهم وأحزانهم إلى يعني إضافة إلى آلامهم الخاصة وأحزانهم، ولكن المقصود بالسلام هو أن تعيش سلام الروح وسلام الفكرة وسلام القلب حتى تستطيع أن تخرج شيئا طيبا للناس. أحسنت. كما أن التاريخ يمتلك مصفاة قادرة على التخلص من الشوائب في وقت ما وزمان ما لابد أنه قادم. أستاذة خديجة، نود أن نستمع إلى قصيدة جديدة، تفضل. على ذكر الحزن، نعم، جاءت قصيدة في الحزن عنوانها ما ورثته من جدتي الخنساء. أطلت من مخيلتي كبيرة شاعرات الحزن، أضاءت غيمة حبلى بأهدابي، فجاد المز فقلت لها وهل يندى بغير الدمع قحط الشجن، ألا يا أيها الخنساء ما بي
بعض ما فيك، ولكن قلبي المكلوم شرع كالشبابيك. فطارت منه أسئلة وأخيلة تحاكيك، ومن روحي إلى روحي أدوزن صولة الحب، وأشعل شمعة الإيمان عل الضوء يؤمن بي، وأرخي حبل قافية المورقة من على السحب، يا سلام. لأني أعرف الأحزان والآمال تعرفني، وفي دمعي سيلتقيان، لكن مسهم ظني أذبت الحزن في الأمل فزادت روعة الشجن. هذا هو الحزن النقي، الحزن الذي ينتمي إلى البسطاء، إلى الطينة البشرية السمحة، إلى الفطرة التي لا تقبل أن يعني تغير في خلق الله. أحسنت كثيرا أستاذة خديجة. إلى سؤال مختلف الآن، رسالتك إلى الجزائر التي تحبين من أجل مستقبل ثقافي مشرق وأفضل، ماذا تودين أن تقول؟ نعم، الجزائر هذه الكلمة الكبيرة، هذا الحضن، حضننا الأول، الوطن. أتمنى من كل قلبي أن تزدهر أكثر وأكثر إلى أن تصل إلى المكانة التي تستحقها فعلا. الحمد لله، في الآونة الأخيرة نشهد تحركا ثقافيا واجتماعيا، يعني يبشر بالخير، خصوصا على مستوى الثقافة، على مستوى الاهتمام بالشعر والشعراء. أتمنى أن لا تخف وتيرة هذه الوتيرة نعم، الطيبة، وأتمنى أن كما قلت أن تصل بلادي الحبيبة الجزائر إلى المكانة التي تستحقها، وإلى أن تصل إلى المستوى الحضاري المطلوب. بوجود الصادقين الحريصين المنتمين إلى طينة الأرض الذين لا ينسلخون منها ولا ينسلخون عنها، الذين يحملونها أينما ذهبوا ويعتزون بها بجهود هؤلاء النفر من الشعراء ذوي نهاية نحن الوعي. نعم، أكيد الشاعر الذي ستبقى لا الأوطان ينصف. أفضل وستحقق المرجو والمنشود. نحن بحاجة إلى شعراء ومثقفين من ذوي الوعي النقي أستاذة خديجة، حتى يعني تصل الفكرة، تصل القصيدة، تصل المعلومة، تصل النصيحة نقية إلى الجيل الطالع أيضا. هذه أمانة، نعم، وكما أن الكلمة أمانة فالخواتيم أمانات كما هي البدايات. نريد أكيد. منك أن تقرأي علينا القصيدة التي تفضلينها مسك ختام لهذه الحلقة من بيت القصيد. لك أن تختار القصيدة التي تحبين إلقاءها حتى نختم بها. هناك سؤال بعد القصيدة، لكن لا بأس، إلى القصيدة التي تودين قراءتها. تفضلي أستاذة خديجة. سأختار أن أقرأ قصيدة في أمي حفظها الله، يعني أنت وفي بدأت الحلقة بأبيك واختتمت الحلقة بالأم، جميل نعم، هذا التوازن وجميلة هذه الهدايا التي تنثرينها في هذه الأيام المباركة على من يستحقون. أحسنت يا أستاذة خديجة، تفضلي. أحسن الله إليك. أهدي هذه القصيدة إلى أمي وإلى كل أم معنى متجسدا في كل أنثى تعطي بدون مقابل. قصيدة أمي. أمي وقد سكت الزمان هنيهة، إني بمثل حضورها مفتون. قبس من الطهر القديم قبضته لما تجلى طيفها الميمون. أمي وقامت في الجفون حدائق، يا سلام. واخضر في ساحل العيون غصون. أمي وكل لغات أهل الأرض لا تكفي، فقلبي واجد مشحون. لا صوت يشبه صوت أمي حين ترسل لحنها، كم تستطيب شجون. لا قلب يشبه قلبها، غيم تكاثر في المدى يسقى به المحزون. أمي أقول إذا يفتتني الأسى فتمسني كي يبدأ التكوين. إما اعتراني الخوف أو يأس دجى غطى جناحي سقفها المأمون.
لا روح لي في بعدها، نبضي بها عمري لها، وأكون حيث تكون أمي، وكل الأرض شيء واحد وهي الجميع، وفي يديها الكون. أمي وكل العمر لحظة حضنها، ما العمر لولا قربها المضمون. أمشي الحياة وذكرها يمشي معي، وتفيض بالشوق الكثيف عيون أمي. وقد ثقل الجميل على دمي، وتراكمت في الامتنان ديون. يا سلام، فعلا حفظ الله. يبقى الإنسان مدينا لأبيه وأمه. أحسنت أستاذة خديجة، وأحسنت كثيرا إذ ختمت بهذه القصيدة. أسأل الله أن يحفظ أباك وأمك وكل آبائنا وأمهاتنا، وأن يرحم آمين. من يعني مضى منهم، ويرزقه جنات النعيم. قبل الختام اللهم أستاذة خديجة، سؤال توقعت أن أسألك إياه ولم أسألك، ما هو هذا السؤال؟ وتفضلي بالإجابة عليه. سؤال توقعته، ربما يكون كنت في البداية سأعرف نفسي أكثر، فأقول أنني مؤخرا لا أكتفي فقط بكتابة الشعر، ولكن ألتفت كذلك إلى الكتابة للأطفال. أصبحت أهتم كثيرا بأدب الطفل، جميل. وقد لي حتى الآن كتاب قصة مصورة للأطفال، وهناك كذلك مجموعة شعرية قيد النشر عنوانها عبق من زهر الطفولة. ربما السؤال الذي قد أتوقعه هو لماذا تكتبين للأطفال، أو لماذا تختارين أن تكتبي نعم، للأطفال؟ كما قلت منذ قليل، لكل شاعر قضية، وأنا من القضايا التي أؤمن بها جدا هي أن الأطفال أمانة في رقابنا جميعا، وهؤلاء الأطفال هم البذرة التي تحمل خيرا كثيرا لأمتنا وللممتدة عبر الأوطان العربية والإسلامية. فإذا اهتممنا بالأطفال وإذا نمينا فيهم ذلك نعم، الإبداع وذلك الجمال، فسنحصل على جيل متفرد، ولما لا، قد يكون هو الجيل الذي سيأتي بالنصر والتمكين وبالحضارة نعم، التي كنا في زمن مضى يعني أعلاما فيها. أصبت كثيرا أستاذة خديجة إذ جعلت للأطفال مساحة خاصة واسعة في تجربتك الشعرية، فهم مستقبل المجتمعات وأملها المنشود. وصلنا إلى الختام أستاذة خديجة، في الختام ماذا تحبين أن تقولي؟ في الختام أشكرك جزيل الشكر أستاذ مصطفى على هذه الاستضافة الكريمة، شكرا وأشكر لك. من خلالك كذلك قناة الرافدين الكريمة وجمهورها الطيب، وأتمنى أن نكون أننا كنا خفاف الظل عليكم وعلى الجمهور. هكذا كنت، وأكيد يقاسمني بهذا الرأي الكثير من المشاهدين الكرام. أستاذة خديجة طيب دبة، الشاعرة الجزائرية، شكرا لك على تشريفنا في بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر. لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.